السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل اطلع من الشاعر حلو ولا لسالم؟ مرافقة الوالي عازف الكبير الوالي محمد الخير، طالبين من المولى عز وجل يحفظنا ويحفظ جميع الصحراويين وجميع المسلمين باس الوباء في الوقت الراهن اللي حال بالعالم وحال العالم كامل بيسره. اشكى منه، احنا بعد طالبين مولانا الله، لا ريناه ولا رانا. يقول يا ربي الحي المجيب، شعب الصحراء لارى تعذيب، للخلق اللي هك كراكيب كالنوبة على كامة ينباس. الدولة عجزت والطبيب عجز منه والجيب انساس، ربي ذي الناس المرهونة لا جبرت يلا شر وباس، واحفظها باس الكورونا والباقي كامل من البياس. وسمعنا طوايف الإسبان والصين وطوايف إيران، وسمعنا الإذاعات تبان كل نهار تحذر الإنفاس. المستشفى والرق ملان من الناس على كل جناس، ربي ذي الناس المرهونة لا جبرت شر ولا مقواس، واحفظها باس الكورونا والباقي كامل من البياس. وشوف الناس على قلة ما تحرك تنحاي الحلة، مخلوعة والناس مذلة، ضاط وقل وقلة مرياس، والتجماع الناس مقل منه ذي الناس الرجل عاس، ربي ذي الناس المرهونة لا جبرت شر ولا مقواس، واحفظها باس الكورونا والباقي كامل من البياس. نتمناه ويعود زين ويلحق بلاصة بعيد، قولوا معانا كاملين امين، يا مولانا حضرنا باس الكورونا والباقي كامل من البياس، ببركة اللي لا شريك له. والسلام عليكم ورحمة الله.